بسم الله الرحمن الرحيم وجد العلماء ان للرياح دورا كبيرا في تشكل الغيوم فهي تدفع بخار الماء وذرات الغبار التي تعمل مثل نويات التلقيح فكل نويه تتجمع حولها ملايين القطيرات الصغيره لتشكل قطره ماء واحده وهكذا فان الرياح تقوم بتلقيح السحاب لينزل المطر وهذا ما اشار اليه القران قبل ذلك بقرون طويله يقول تعالى: وارسلنا الرياح لواقحه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين، ان هذه الايه تدعو المؤمن للتفكر في عظمه هذا الخالق سبحانه وتعالى.